بيت لحم ترتدي أجمل حللها وتتزين بالزائرين من كل حدب وصوب. مظاهر الاحتفال بالعيد المجيد لمولد السيد المسيح عليه السلام حسب التوقيت الغربي لهذا المولد العظيم، والتجهيزات منذ أيام على أشدها لإحياء هذه الاحتفالات والتي تحمل ميزة لهذا العام تختلف عن كل عام. أولا كل عام بخير، وكافة أبناء شعبنا بألف خير. إحنا اليوم طبعا كما تلاحظون في ذروة هذه الاحتفالات المجيدة، حيث ما يميز هذه الاحتفالات مسألتين. المسألة الأولى هي الاحتفال أيضا بحصول فلسطين على شهادة الميلاد كدولة ذات حدود معروفة وعاصمة معروفة، وهذا إنجاز دبلوماسي كبير. كهذا الاختصاص اليوم نرى أن هناك في تمييز أيضا باتخاذ الاستعدادات لاستقبال عيد الميلاد، بما في ذلك هذه الشجرة وهذه المنصة أيضا، وبالتالي نحن اليوم نعيش بأجواء إيجابية جدا. أعداد الكشافة مهولة، فقد وصل عدد المشاركين منهم في هذه العروض إلى ما يزيد عن 3500 مشارك ومشاركة من 27 فرقة ومن كل أنحاء فلسطين. وقد شهدت بيت لحم أعدادا من السياح والحجاج كثيفة لهذا العام وغير مسبوقة. إحنا جينا من يافا تل أبيب نشارك إخواننا هون ببيت لحم، متعودين كل سنة نشترك بالعيد هذا. أجواء كتير حلوة، الناس فرحانة، وإن شاء الله بالمناسبة هاي بشوط السلام على البلد هاي. السياحة كانت في هذا العام نشطة جدا، إذا قارنا ما بين عام 2012 و2011 نجد أن هناك زيادة بنسبة 20% بالنسبة للسواح القادمين إلى فلسطين وطبيعة الحال إلى بيت لحم، وهناك أيضا زيادة بنسبة 25% بالنسبة إلى الإقامة في داخل فلسطين وفي مدينة بيت لحم. السعادة ظاهرة على وجوه المحتفلين المتابعين للعروض الكشفية والذين يحملون رسالة في هذا العيد ملؤها التفاؤل والأمل بغد أفضل، خاصة وأن الاحتفالات لا تقتصر على أهالي بيت لحم، فاليوم بيت لحم تشكل محجا لكل من يحمل رسالة حب وسلام حول العالم. كل شيء حلو، والشغلات كتير حلوة، والعيد كتير حلو للأطفال للكبار. يعني جو العيد هاي السنة يعني مختلف عن سنين ماضية. يعني صراحة الإضاءة الأشجار بكل دول فلسطينية هاي السنة كانت لها بارز قوي، وتسهيلات من ناحية الأمن للناس، التسهيل بالسيارات، يعني قدرنا نوصل بكل سهولة، ما أخذنا كتير وقت، وهذا هو يعني بشكل خاص يعني انه التسهيل اللي كان كتير مميز بهاي السنة للعالم. انتشار أمني مكثف لتنظيم الاحتفالات وبرامجها وضمان استتباب الأمن، خاصة وأن هناك مشاركة من وفد رسمي من الأردن الشقيق وعلى رأسه وزير الخارجية الأردني دكتور ناصر جودة ممثلا عن الملك الأردني. كل معاني الأخوة والمحبة والسلام تحملها الاحتفالات المجيدة في بيت لحم، والمحتفلون هنا يحذوهم الأمل بالأمنيات بحصول دولتهم على كامل حقوقها. مالك يونس.